ايه يا عبد الله؟ ايه يا عبد الله؟ هو انت لسه شاغل نفسك بموضوع العروسه والانترنت والبلاي ستيشن؟ اه طبعا شاغل نفسي. انت عارف العروسه دي لو اتعملت لعبه بلاي ستيشن وابلكيشن على الانترنت ممكن تعمل ايه؟ الله 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 الله، ايه يا عبد الله؟ طب طالما الحكايه كده، امال رفضت العرض بتاع الراجل بتاع الشركه العالميه ليه؟ ما هو الراجل عايز ياخد الحقوق وشكرا، وانا قلت اشاركه بنسبه. واهو العروسه دي لو اتعملت ابلكيشن على الموبايلات بتاع الاطفال هتدخل فلوس بالهبل. العروسه دي تجيب الفلوس دي كلها؟ طبعا. طب ما اتجوزها يا عبد الله. اطلع بره يالا. ده انت دماغك سمها يا عبد الله. طب في اخويا عروسه تانيه مستنياك بره. مين؟ سماح الحب القديم. وايه اللي جابها هنا؟ ايه ادخلها ولا طرقها؟ لا طب دخلها، بس بقول لك ايه، كلم الراجل بتاع الشركه العالميه قول له في عرض جاي لعبد الله تاني، لو مش هيشاركني هيشتغل مع العرض التاني. سم دماغك سم. ازيك يا عبد الله؟ ازيك سماح؟ ليك وحش. خير يا سماح؟ ايه سبب الزيارة؟ وحشتني، قلت اجي اشوفك. ايه وحشتكش؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده؟ ايوه بس دلوقتي جد جديد. ايه اللي جد جديد؟ انا اتطلقت وبقى معايا فلوس كتير قوي يا عبد الله، وجايلك النهارده عشان اقول لك ان انا عايزه اشاركك في اي مشروع انت تختار، انت بالمجهود وانا بالفلوس. لا انا عايزك توفري فلوسك لنفسك، انا ما بشاركش حد. عبد الله انا حاولت كتير ان انا انساك بس ما قدرتش. اوعى تنسى ان انا ضحيت بنفسي علشانك. ما تعلقيش غلطك عليا، انت قبلت تتجوزي شوقي بمزاجك واهو قبضت الثمن وبقيتي صاحبة ملايين. ما يبقاش قلبك قاسي قوي كده. أنا قلبي قاسي من المرار اللي شافه من الناس كان فاكرهم غاليين عليه. حبيبي من النهارده مش هيبقى فيه مرار خلاص. عبد الله احنا دلوقتي نقدر نتجوز ونحقق كل اللي كان نفسنا فيه. وانت مش عارفة إن أنا متجوز ولا إيه؟ اتنين. بس عادي. ممكن يبقوا تلاتة. أنا محتاجة لك قوي يا عبد الله. يا سماح فكرة الجواز دي طلع من دماغ خالص. ليه يا عبد الله بيه؟ مش قد المقام ولا حاجة؟ بص يا سماح، يمكن الظروف خلتنا نفترق عن بعض وكل واحد شاف نصيبه مع حد تاني، بس ده ما يمنعش إني بحب لك الخير وبعتبرك زي أختي. أختك؟ اه زي اختي، واكتر من كده ما اقدرش اوعدك. ماشي يا عبد الله.